السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا وسهلا يا مرحبا، مليون حب رحب فيكم في سيتي سكاي لاين. شوفوا شوفوا هذا، بتمون تشوفونه دايما سيفيليان تانك، ما أعرف ليش لكن عيبني المنظر. دبابات، مش في المدينة أحصل دبابات، نزلت أنا مش ما أعرف ليش، لكن هي جميل. دبابات عندنا، دبابات يركنون دباباتهم. ليش انا حاط البركنات حق منو؟ ليش تجي الزعل؟ والله بضارب يوم من اليوم هاي. قلنا ممنوع توقف ما عدا في الاماكن المخصصة، انت في مكان عسكري ما توقف على كيفك، توقف نظامي ولا تواجه عقوبات قانونية قصوى مع خليل. هذا اوكي، ممنوع الوقوف منعا باتا. انت بالذات وين يوقف؟ اخر الدنيا ولا انه يوقف الباركن؟ يستهبل يستهبل. انا بالذات يعني مستشفى ما حد ياسي باركن فيه، حد يستعمل المستشفى؟ شو garbage piled up، والله اكثر من هذا سيستم زبايل. انا ما اقدر الصراحة. انزين الحين بسوي شغلات بسيطة، باركن دبابات بسيطة. هاي الحلقة الأخيرة ترى، أنا أقول لكم الحين هاي الحلقة الأخيرة خلاص. نحن إن شاء الله بتكون الحلقة الجاية من سيتي سكاي لاين. طبعا هذا بنسوي المعسكر، بنسوي وايد شغلات، بنسوي أمور كبيرة، بنسوي خلاص يعني استوى الوضع ضخم، بحيث ان بنسوي شغلات ثانية حلوة وامتدادات اجمل مما تخيلون. يعني بيكون في، قلت لكم بيكون مبدأ انه يكون عندي كنا دولة كاملة. انا يعني هذا لازم هني كان يكون صح، هذا خلنا نحطيه جنب المطار. بركنات، مناقر، طيارات جنب على اساس يطلع منها الطيارات. انزين فانا والله زعلني، والله اذا فيك بق والله خلاص كرهتك. ترى كل المدات انت تحصلونها تحت، ترى انت enough money. لما تواجه المشكلة هاي هنا 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 وتك. انزين الحين نبغى نتنفوني كما نورمال سبق اكاديمي فور تريننج بويز، بس ما يطلب عليه فلوس. اظن في بق هذا ولا مختلف في شيء. هذا الهاي واي ما نبغى، ميلتري بلوك نحنا نبغى، اوت بوست صغير اللي هو عبارة يكون عن حديقة على فكرة، ونبغى لحظة ماي زين. شوفوا محلى عادي جميل الصراحة، هذا مش بس هني ينفع، هذا ينفع كذا مكان. هني واحد منهم، هني واحد منهم قريب البوابة، واحد منهم قريب المستشفى، قريب الارم باور سبلاي، قريب المصانع، واحد ثاني عند البيوت. Very nice addition. خلهم يحسون انهم مراقبين، في نص اعمالهم موجود. مدت الاوت بوست كل مكان. لا بس اسم المشروع القادم راح يكون ضخم صدقوني، خريطة اظن لن تنتهي. والله هو حتى هذا كان مشروع شوي على اساس انه مطول، بس فاجئوني في اللي هو شو، انا نحط المتحف عند عند المحلات، يعني محلات ورا متحف. فيري نايس، والله مكانه وايد حلو بعد ترى. انزين
فجأوا إن في إكسبانشن جديد نازل اللي هو أربيانا حاليا أنتم تشوفونه يعني. فانتهى بالأمر لتغيير بعض الخطط. فصار عندي اللي هو حاليا ما أبغى هذا براكس، ما أنا براكس enough money. ليش يحطون شغلات بهالمبالغ هاي؟ من الشغلات اللي انا ابغاكم تكتبوا لي اياها تحت في الكومنتات هو شو حابين تشوفون، شو اجزاء من المدينة نسوي له بد. الحين مثلا سوينا معسكر، بس معسكر القادم راح يكون شيء من دنيا ثانية بيكون. يعني كان بمعسكر يبالي يمكن بروحه 15-20 حلقة اللي بسويه. وشيء ثاني اللي هو بيكون في اصلا البارك لايف بحد ذاته، الحديقة اللي نقدر نسوي نفس بلانت كوستر، هذا شيء مش طبيعي. انا اعطيكم اياها من الاخر، هذا شيء مش طبيعي. فنحن بنتريا وبندمج اللي سويناه في هالموسم شغلات حلوة. طبعا الخريطة مش كامل، انكم تعرفون الكارثة اللي استوت معي. الحين خلاص اسوي دبل سيف، المشكلة برايها ما هي نسوي دبل سيف الحين، وانتو عارفين المشاكل وليش وش السالفة والآخرة. انا اظني ما عندي مشكلة زبائن، لان اصلا ما اعرف ليش عندي مشكلة زبائن، اللي هو بنحدها في الموسم القادم. تذكرون هاي كانت بدايتنا، راح تتغير الحدائق، كيف نحطيها، كيف نسويها، كيف كل شيء بيغير شكل المدينة وبيغير الفكرة كاملة. بناخذ مواصلات بحرية، هنا ما سوينا مواصلات بحرية، ما سوينا وايد شغلات هنا على فكرة. كان الموسم يبالي وايد شغل، بس الحين أنا وصلت لفكرة واللي هي الخطة، إن أخلط ما بين فكرة هاي الخريطة كيف سويتها، كيف الأماكن البعيدة، كيف أحط مطار في الوسط، كيف أسوي قواعد عسكرية، كيف أسوي مدينة ملاهي، كيف أسوي هالسوالف، كيف أسوي أماكن سياحية وجزر سياحية، بحطيهم في مكان واحد خلاص. يعني بدل ما الحين انا طالع كيف كانت اوكي المدن الخضراء، اوكي سويت جي بي ار، هني سويت ما اعرف شو، لا بدقهم كلهم ضربه واحده. بحطيهم في جزء واحد بس، مره مش من الاخر. يعني راح يكون شيء فخم، يعني اعطيكم هاي من الاخر، راح يكون شيء فخم جدا. بس ابغاكم تقولون وايد شغله، وحلو شغلات اللي تبون، هل احط فلوس، تبون اشيل الفلوس، يعني خلاص من غير فلوس اروح مثل ما يقولون ريجمون، خلاص اسوي اللي بخاطري كله، ولا تبون التزم بميزانيه ومدخول وهذا وما الى ذلك. شوف المكان عندي قاعد يحترق، هل تبون نمشي على نموذج معين؟ يعني انزل مودات زياده، في شغلات زياده، في اقسام زياده احنا ما فكرنا فيها. الهليكوبترات هاي شغاله على فكره، بس طالعها. هل في مودات زياده تفكرون فيها؟ اما كل اقتراحاتكم تاريخ 26 أو 27 تقريبا، بيكون عقب 10 أيام تقريبا، هو مش 10 أيام، وين 10 أيام أقل، عقب كم من يوم يعني، بيكون بارك لايف. حطوا أفكاركم البناءة، حطوا لي إياها تحت، أبى أشوف شو حابين يشوفون في السلسلة، والهايبرد العجيب اللي راح نسويه في السلسلة القادمة. أنا ما بطول على الحلقة، بس هذا كان الميلتري بيس مالنا، هذا قرية الجيش، ها كان المشروع الجديد، كان في قرى عندنا شغلات راحت مع التسييب الأولية. أتمنى تكون إنها السلسلة عجبتكم تماما، وإن شاء الله منها للأفضل مع سيتي سكاي، لأن ما راح تتوقف لو أنها نهاية هذا الموسم، فهي مش نهاية اللعبة. مشكورين على متابعة السلسلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.